كيف نستخدم أداة الـ V60؟ نحتاج إلى V60، فلاتر، ميزان، تايمر، إبريق ماء، قهوة، ماء ساخن بدرجة حرارة 92 إلى 96. أولاً نقوم بغسل الفلتر وتسخين الكاسة والـ V60 ثم نتخلص من الماء المستخدم. ثانياً نحتاج 18 جرام قهوة لكل 300 جرام ماء، ويفضل طحن القهوة عند الاستخدام طحنة متوسطة. ثالثاً نقوم بوضع القهوة داخل الفلتر وصب 50 جرام ماء خلال 15 ثانية وننتظر حتى 30 ثانية حتى يتوزع الماء على كامل القهوة ويخرج غاز ثاني أكسيد الكربون. رابعاً نكمل صب الماء حتى 300 جرام خلال دقيقة ونصف، ويكون الوقت الأمثل للترشيح من دقيقتين ونصف إلى 3 دقائق. مميزات الـ V60: نحصل على قهوة معتدلة الحرارة وذات قوام جيد ونكهة واضحة ومميزة. جميع أدوات تحضير القهوة متوفرة في فروع ديميتريس كوفي.